بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم احينا على سنته، وامتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد ومع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. حياكم الله فضيلة الشيخ، والحمد لله على السلامة. الحمد لله، حياك الله صدر الرحمن، وحيا الله والإخوة جميعا، أسأل الله العلي الكبير لي ولكم وللجميع التوفيق والسداد. اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، اليوم لنا لقاء مع قالة العرب. الشعر كما تعلمون ديوان العرب، والعرب أمة بيان، وهذه الحلقة من برنامجكم المقام الأمين سنجعلها إن شاء الله تعالى وقفات مع أبيات شعرية ذائعة عبر عصور الأدب كلها، ونستأذن ضيفنا أن يخوض بتوسع تاريخي وأدبي وإيماني مع ثلاثة أبيات اخترناها لهذا اللقاء المبارك، ونحن واثقون بأن هذه الأبيات الثلاثة ستستدعي قصائد ومقطوعات عديدة من ذاكرة الشيخ، وفقه الله وسدد خطاه. فضيلة الشيخ، الوقفة الأولى مع عجز بيت لجرير يقول فيها: أبشر بطول سلامة يا مربع. هذا العجز ما صدره وما قصته وماذا يمكن أن يقال حوله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير رسله وأشرف خلقه، وبعد، فكما ذكرتم سيد الرحمن، الشعر ديوان العرب. ولا يعني في هذا البرنامج المقام الأمين عندما نتحدث عن الشعر أننا نفر عن القرآن، فهذا لا يرتضيه مسلم ولا يقبله، لكن المقصود من ذلك أن الشعر وفقهه ومعرفة أحوال الناس سبيل إلى فهم القرآن. ومما ننشره كثيرا أنه جاء في سيرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المفسر المعروف، وهذا قلته كثيرا لكن ربما إراده هنا مناسب. لما زار السودان البلد المعروف أكرمه أهلها على عادتهم في الكرم، وفقهم الله، ثم قاموا له منتدا وأخذوا يسألونه، وهم لحبهم للعلم لا يريدون أن يفوتوا فرصة اللقاء بعلم وقامة مثل الأمين الشنقيطي رحمه الله، وقد غلب عليه علم التفسير. فسألوه: ما آخر كتاب قرأته؟ فقال: ديوان عمر بن أبي ربيعة. فتعجبوا، لأن عمر بن أبي ربيعة مشهور بالغزل، وهذا الذي يقول هذا الكلم رجل عرف بالقرآن. قال: حتى أفقه بشعره كلام ربي. الله. فهذا إذا اتخذ كسبيل لا حرج، وإذا اتخذ كنوع من السمر المقبول، لكن لا يصلح هذا في بيوت الله في المساجد، لكن مثل هذه البرامج التي تسجل في الاستديوهات والمقامات يقبل نوع ما لم يكن هناك عياذا بالله ابتذال، وهذا ما ننزه أنفسنا والمشاهدين منها. نعود للبيت. البيت لجرير: أبشر بطول سلامة يا مربع. من مربع؟ مربع هذا راوية جرير، كان لكل شاعر راوية أو أكثر يروي شعره، أشبه مثلا بقناة تتبناه، فينشر شعره بين الناس. فزعموا أن الفرزدق وجرير كلاهما، كما تعلم الفرزدق وجرير كلاهما من بني تميم، لكنهما من بيتين مختلفين في العز والمجد من بيوت تميم. فزعموا أن جريرا، أن راوية جرير مربع، دفع والد الفرزدق، يعني صار بينهم شحناء وأخذ وعطاء، فمربع هذا دفع بيده والد الفرزدق فسقط، فكأنه أصابته وعكة. فيزعمون أن الفرزدق قال لمربع: إن مات أبي سأقتلك. طبعا تهديد ضعيف، يعني واضح: إن مات أبي سأقتلك. فبلغ ذلك جريرا، وكان كل منهما يترقب سقطات الآخر، لأن الشعر بينهما كان سجالا بما يعرف بالنقائض. فقال جرير قصيدة عينية طويلة، منها أنه قال:
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يا مربع. استهزاء وتهكم وسخرية. وقد انتشر هذا البيت وجرى مجرى المثل، وهذا هو الشاهد أن البيت لم يعد وقفا على الحادثة نفسها، وإنما أصبح كل من أراد أن يتهكم بأحد في حالة مناسبة كهذه يردد قول جرير أبشر بطول سلامة يا مربع. كمسؤول مثل يهدد أحد موظفيه، وقد تعود الناس من هذا المسؤول أنه لا ينفذ وعيده، فإذا جاء ذلكم الموظف خائفا وجلا إلى بقية الموظفين ويقول إن المدير هددني وقال لي وقال لي، يقولون له أبشر بطول سلامة يا فلان. يعني هذا المدير لا يمكن أن ينجز شيئا. فالبيت جرى مجرى المثل في التهكم، وهذا يعطيك صورة لشيء من الحياة الاجتماعية التي كانت موجودة في عصر العربي أو في عصر بني أمية، لأن جريرا والفرزدق كلاهما عاش في زمن بني أمية في زمن واحد، يعني قرن واحد. فهذا يعطيك التهكم له طرائق. وقد كانت هذه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة لن تترك الطعن في الأنساب والتفاخر بالأحساب، وهذا كان في يجري في دم العرب، وهو الذي زاد من حفيظة الشعر الهجاء والفخر، وقضية مثل هذه الأمور ذاعت عندهم وشاعت، كان مع بعضهم مع تقواه لا يكاد ينفك من هذا. كان عمر رضي الله تعالى عنه يتجنب مثل هذه الأمور، بمعنى أنه إذا جاءته قضية فيها نوع من التهكم أو الهجاء والسخرية يحاول أن يأخذ بالحديث أو الحدود بالشبهات أو أن يدفع الأمر حتى لا يثير الناس بعضهم على بعض. كان هناك شاعر اسمه النجاشي، اسمه هكذا النجاشي، شاعر أموي بعصر صدر الإسلام وأدرك بني أمية، فهجى قوما يقال لهم بني العجلان، فذهب بنو العجلان يستعدون عمر على النجاشي الذي هجاهم، فأقبلوا بقضهم وقضيضهم يخبرون عمر ماذا قال فيهم هذا. عمر من العلم بمكان ويفقه معنى قول الشاعر، لكنه يحاول أن يبين أنه لم يفهم أو يحمله على أحسن محامله حتى لا يبقى نار العصبية قائمة بينهم. قالوا يا أمير المؤمنين إنه قال فينا، يذكرون الأبيات التي قالها فيهم حتى يقيمون الحجة عليه، في حين كان عمر يدفعها عنهم. قال يقولون إذا الله عاد أهل لؤم وخسة فعاد بني العجلان رهط بن مقبلي، فقال عمر هذا دعاء، وإن كان مظلوما سيستجاب له وإن كان ظالما فلن يستجيب الله له. ذهب هذا المذهب. قال يا أمير المؤمنين، الآن الأبيات طويلة، فكل مرة يأتوا ببيت وهو هجأهم هجاء يعني لاذعا. قالوا يا أمير المؤمنين إنه يقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. طبعا هو أراد أن يبين ضعفهم وعجزهم وهوانهم، قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وهذا عار عندهم لأن العرب تعتز بالشكيمة والظلم والعتو. فقال رضي الله عنه ليت آل الخطاب كانوا كذلك. الله. فسكتوا. قالوا يا أمير المؤمنين إنه يقول وما سمي العجلان إلا لقولهم خذ القعب واحلب أيها العبد واعجلي. قال سيد القوم خادمهم، يعني ما في أي شيء. قال يا أمير المؤمنين إنه يقول ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل، ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل. قال ذلك أجم للنفس وأبعد عن اللغط والزحام، وهو قصد أنهم ضعفاء لا يستطيعون أن يزاحموا الناس على الماء، وأراد أن يذمهم، لكن عمر أحالها. والقضية طويلة مفصلة في كتب الأدب، لكن تبين أن هذا كان ذائعا شائعا في العرب. جرير كان له قصب السبق في كثير من هذه الأمور في قدرته على التهكم. أقل اللوم عاذل والعتاب وقولي إن أصبت لقد أصاب، أعد الله للشعراء مني كذا يخضعون لها الرقابة، ستهدم حائطي قرماء مني قصائد لا أريد بها عتابا، دخلنا قصور يثرب معلمات ولم يتركن من صنعاء أبابا. إلى أن دخل قال إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا، فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. هذا مر معنا، جرى مجرى الهشيم في مجرى النار في الهشيم وأهلكهم، وأصبح من مزايا قول جرير في التهكم والسخرية. والعرب ينسبون إلى جرير أوائل كل غرض، وإن كان فيها شيء من المبالغة، لكن المقصود أن التهكم كان قائما، وكان العقلاء من الخلفاء مثل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يدفعه بكثرة. أنت سنتظر اتصال ولا لا؟ أبدا، يعني أكمل هذا التهكم.
كما قلت يصور لك شيئا من الحياة في الجاهلية، فكان في حياة العرب في الجاهلية وبعد الإسلام، لكنهم كانوا مع هذا هذه الأمور تحصل، يعني لا أدري كيف أصفها، لكن أخاف أن أقول مثلا فيصبح يعني وباله علي، فالسلامة السكوت، لكن لا السلامة لا أعدلها شيء، لكن يعني ثمة أمور وإن بدا ظاهرها أنها اقتتال و لكنها هي ليست كذلك، إنما هو قضاء أوقات، قضاء أوقات وسيرورة حياة تمر أحيانا في الناس فتحصل مثل هذه الطريقة التي تشيع فيها. والشعر ديوان العرب، فكان الشعر هو الكفيل بأن يحملها بعضها إلى بعض، زعم الفرزدق وأن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يا مربع، كما قلنا صار البيت يجري يضرب مثلا في كل شيء مما يتهكم به ويسخر بعضهم من بعض. هذه الأبيات وأمثالها جعلت للشعر أكثر تأثيرا في قضية النزاعات، أخذ الشعر بهذه الطريقة يفرق ما بين القبائل، ولهذا لأن الشعر عموده الكذب فهم لا يبالون، وإلا تقال أبيات لا يمكن تصديقها ولا قبولها ولا تقال، لكنهم لأنهم وجدوها مضمارا فتسابقوا فيه ويخرجوا فيه مثلا بعض أضغانهم بعضهم على بعض، ولو أن برغوثا على ظهر نملة تكلم كيف حارب بني تميم لولت، طبعا ما يعني يأتي بأقذع الأبيات ويأتيها، ظهر هذا جليا في نقائد جرير والفرزدق والأخطر، وذهب شائعا لكنه بلغ أحيانا من البذاءة ما لا يمكن قبوله، وقد كان الحكام آنذاك يسكتون عن مثل هذا لأنهم يرون أن في مثل هذا انشغالا للناس عن المطالبة بالحكم. بعض الخلفاء لا يفعل هذا مثل ذلك، لكن تراه أنه يأنف أن يدخل في مثل هذه الأمور، ولذلك قالوا إن أحد الناس سأل يزيد بن معاوية عن بيت شعر، قال يا أمير المؤمنين ماذا يريد فلان أن يقول لما قال كذا وكذا، فغضب وقال كلمة لاذعة يعني لا أستطيع أن أقولها، يعني لا تسأل أمير المؤمنين عن مثل هذا ولا يسأل عن، يعني قلت كلمة لاذعة لا أستطيع أن أقولها، لكن المقصود هذا معنى آخر. شعراء حكام آخرون لا يقربون أمثال هؤلاء حتى يستخدمهم في وقت مرادهم، كان الأخطر نصرانيا ويدخل على عبد الملك بن مروان وهو سكران في قمة سكره، وكان يقولون أن عبد الملك سأله عن متى تبلغ الخمر أثرها، فقال اعفني يا أمير المؤمنين، فلما أصر علي قال يا أمير المؤمنين والله إن لها أحوال لملكك أهون علي من علي، يعني تصل بي الخمر إلى هذه، كان يقول إذا ما نديمي علني ثم علني ثلاث زجاجات لهن هدير، خرجت أجر الذيلة إيهن كأنني عليك أمير المؤمنين أمير، من أثر الخمر عليه. مع ذلك كان نصرانيا، كان جرير يستغل نصرانيته فيذمه بها، ومع ذلك كان يقرب من عبد الملك لأن عبد الملك يرى أنه يحتاجه في بعض المواقف، شمس العداوة حتى يستقاد لهم وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا، هذا بيت قاله الأخطر في مدح بني أمية، كان بني أمية يرفعون النفس رأسهم بهذا البيت، بل إن هذا البيت أهلكهم في بعض المواقف، لما جاء بنو العباس وأخذوا ملك بني أمية كان سليمان بن علي أرحم الناس ببني أمية، يعني أن العباسيين كانوا شديدي البطش على بني أمية، فكان عبد الله بن علي أشدهم بطشا، وكان سليمان أخوه أرحم بهم، حتى إنه ذات يوم كان لديه فيما ذكروا عنده وعند غيره وفد من بني أمية، فأخذ الشاعر يمدح العباسيين كيف أنهم ورثوا زوال حكم بني أمية وهؤلاء حاضرون، فقال فيما زعموا أن سليمان قال لي سليمان بن علي الذي هو العباسي قال لبعض بني أمية الذين رحمهم يعني قال ما تقول في شاعرنا، هذا نسي ما زالت دماء الملك تجري في عروقه، قال شاعرنا أفضل من شاعركم، قال ما قال شاعركم، فقال قول الأخطر شمس العداوة حتى يستقاد لهم وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا، قال والله هذه نزعة كبر
فيك ما ذهبت بعد. فانتهز أحد الحاضرين فقال لا يغرنك ما ترى من أناس إن تحت ضلوعي داء دوية، فارفع السيف، فارفع الصوت، وضع السيف حتى لا يبقى فوق ظهرها أموية. فيزعمون أنهم قتلهم جميعا على مائدته. هذا كله يعني الحديث يجر بعضه بعضا في قضية الشعر وأثره في الناس. وربما أقيمت دولة، هذا الكرسي لا يحسن ولا يحسنني، أقيمت دولة وبقيت دولة أو قام ملك وزال ملك ببيت من الشعر. فالبرامكة مثلا نكبهم هارون كما هو معلوم، فيقولون أسباب نكبتهم أشياء عديدة. لا شك أن الملوك لا يقبلون أن ينازعهم أحد، هذه فطرة في سائر الملوك غالبا. فقد كان هارون كثيرا ما يعني بداهة ما يفكر في علو ملك آل برمك وظهورهم عليه. حتى أحيانا الإنسان كلمة توقده، يعني يكون قد قرر لكن ما بعد أعلن، فيأتي تأتي كلمة أو موقف فتجعله يعلن. حتى التائبون ترى الإنسان أحيانا يحاسب نفسه على المعاصي لكن ما بعد قرر أن يترك المجموعة أو الفرقة أو الغناء أو الخمر حسب المعصية التي هو متلبس بها، فلكن الأمر يراوده ويأخذ ويعطي معه، فيأتي موقف فإذا به يعلن، فيكون الموقف أشبه بالباعث الحثيث عليه. فقد ذكروا أن هارون ما مضى على هذا حاله كله، يفكر في ملك آل برمك الذي ساد وطخ. حتى قيل سمع بيت النعمر بن ربيعة واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد. هذا كلام قاله عمر في الغزل، ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما نجد. واستبدت مرة واحدة، يقول يعني تريد هي أن تعنفني أن تهجرني، لا بأس مرة واحدة أقبلها وأنا معشوق لها، لأنه مستحيل أن لا تستبد لأنها عاجزة. فقال واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد. كلما قلت متى ميعادنا ضحكت هند وقالت بعد غد. فلما ردد سمع هارون هذا البيت دخل قصره وهو يقول إنما العاجز من لا يستبد. إنما هذه لمن يقولها مثلي ومثلك موظف، غير من يقولها ملك. فكان يدخل قصره ويخرج وهو يقول إنما العاجز من لا يستبد. في صبيحتها نكب بني برمك كله بعد أن سمع هذا البيت. أنا أدور في فلك، قلت الحديث هنا ذو شجون يعني مفتوح. قضية حديث أن الشعر وأثره، أن الشعر وأثره في الناس. احنا بدأنا بالتهكم، فالتهكم يجعل القبيلة في ذلكم الوقت بعد أن كانت رفيعة على الضد تنقلب. يقول الحطيئة في الزبرقان البدر دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، لا حاجة لأن تغدو وتروح تذهب تبحث عن مجد تؤثره، أنت الطاعم الكاسي هنا فاعل بمعنى مفعول، يعني تطعم وتكسى. وهذا شأن النساء، لا يقبله الرجال، لا يقبله الزعماء، لا يقبله السادة، فيرونه جرحا داميا في أنفسهم. أي تفضل. نأخذ فاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل بإذن الله تعالى ونعود إليكم، فابقوا معنا. حياكم الله أعزائي المشاهدين، ومعنا اتصال. السلام عليكم. الأخ علي من الجزائر، السلام عليكم. علي السلام عليكم. فضل الشيخ، ننتقل إلى أيضا بيت آخر، ويعني في البيت الأول لعلنا كنا نقول ما أحوج المستمع أو ما أحوج الناس إلى عقل الفاروق رضي الله عنه، وهو يحمل الكلام على أجمل ما يكون. واليوم مع الأسف الشديد قد إنسان ينقل كلمة واحدة فتحمل على أسوأ ما يكون ويكون لها. الأخ علي معنا على الهواء، السلام عليكم أخ علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم شيخ على هذا البرنامج. وفيكم إن شاء الله. ممكن أسأل الشيخ؟ تفضل يا أخي، الشيخ معك. والله يا شيخ بغيت أسأل كيف التوفيق بين مخافة الله عز وجل والإطمئنان بذكر الله عز وجل. نعم واضح. بين المخافة؟ إذا سمحت الشيخ، هناك حديث قدسي يقول إن الله عز وجل لا يجمع أمنين على إنسان، وكما يقول الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كيف يمكن التوفيق بين في هذه المسألة؟ جيد. بإذن الله تعالى خالي، حياك الله وحيا الله مشاهدينا في الجزائر. فضلت الشيخ أيضا ننتقل بيت آخر ويقول: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. هذا البيت الشهير للمتنبي. نود الحديث عن المتنبي والحكمة في شعر المتنبي. المتنبي شاعر العربية الكبير كما يقولون، نعم، وكثير من أهل الأدب والعصر يقدمه على غيره، ويقولون إن التعريف به نوع من الطرف العلمي الذي يعي شعره وشهرته بين الناس. لكن من حيث الإجمال هو رجل أوتي حظا كبيرا من الشعر وأوتي حظا كبيرا من الحكمة، لكنه كان رجلا دخله من الغرور والكبر ما دخله، ومع ذلك لم يقدر له إلا ما كتب له، فكل ما أمله لم يحظ به. نعم ذاع شعره في حياته، وقلما يسود الإنسان في حياته، يعني غالبا إن الإنسان ما يرى أثر مجده في حياته إلا في القليل. هذا حصل، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ما فتحت الفتوحات إلا بعد وفاته، يعني نعم دخل الناس في دين الله أفواجا، لكن بعد ذلك في عهد الراشدين تمت الفتوح في عهد عثمان. المقصود المتنبي تجارب الحياة، نفسه العزيزة، الكبر الذي في قلبه جعل منه شخصية ذات حكمة، كثرة التجارب إذا وجدت موهبة وقدرة ونبوغة، هذا كله امتزج بعضه إلى بعض أخرج لنا أشياء نافعة. قال الحكمة في شعره وانتشرت وذاعت وجرت مجرى المثل، ولا يمكن أن يتلاحى اثنان في قدرته على شعر الحكمة. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، بيت شهير وربما طلاب المرحلة الابتدائية يحفظونه، وهو يجري مجرى الحكمة يتمثل به كل أحد. أنا الغريق فما خوفي من البلل، يجري مجرى الحكمة وينبي عن كثير من حياة الناس. هذا كثير في شعره جدا، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكريم المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد، وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد، وضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. بعدها إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد، ومن يجعل الضرغام بازا لصيده تصيده الضرغام فيما تصيد. فيا عجبا من دائل أنت سيفه، أما يتوقع شفرتي ما تقلد. فكل بيت منها ناضح بالحكمة، ناطق بالفهم السياسي في المقام الأول، ومع ذلك لم يولى ولاية حتى يعلم الناس أن الفضل كله الله بيد الله سبحانه وتعالى. أستاذنا فضل الشيخ، معنا اتصال من المملكة العربية السعودية، ثم نرجع إلى هذه الأبيات الجميلة السهلة الممتنعة كما يقولون. الأخ عماد من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي عماد، تفضل يا أخي. الله يخليك أخيب. أخي أنا باسمي عندي سؤالين لفضيلة الشيخ. تفضل. السؤال الأول يتعلق بالتفسير، بالنسبة لتفسير سورة النور بالنسبة للقذف، مذكور بسورة النور إذا الرجل قذف زوجته فبتم الملاعنة بينهم، فهل إذا المرأة قذفت زوجها بتم الملاعنة أم يطبع عليها الأربع شهود؟ واضح سؤالي؟ نعم. الساعتين مجلسة فضيلة الشيخ، بالنسبة لدروسه في مدينة الرياض، مواعيد دروسه في مدينة الرياض وأي متى يجي؟ إن شاء الله. إن شاء الله يجيبك شيخ بإذن الله تعالى ويذكرها. ونبه دائما أعزائي المشاهدين على أن كل هذه الحلقات موجودة على موقع فضيلة الشيخ صالح
الراسخون في العلم، موقع الشيخ الراسخون في العلم، كل هذه الحلقات وغيرها موجودة إن شاء الله، ومن أراد أن يتواصل فالموقع موجود وفي خدمة الأخوة المشاهدين وغيره. الأخ عبد الرحمن أيضا من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي. الله يحييك يا أخ عبد الرحمن، الله يرضى عليك. ممكن نكلم الشيخ صالح؟ الشيخ معك، تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، حياك الله. حياك الله يا شيخ صالح. يا أهلا وسهلا، حياك الله. نحبك في الله والله. أحبك الله وأجلك. الله يرضى عليك يا شيخ صالح. عندي سؤال في الآية الكريمة، قول الله تعالى: وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. الصوت واضح؟ نعم نعم واضح. قال في الآية: وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أنا أسأل في الآية في قوله: ولكن أكثركم للحق كارهون، أي بمعنى أن هناك من في النار ليس للحق كاره، ففي الآية ماكثون، هل معنى ماكثون الخلود؟ وإذا كان معناها الخلود فكيف يخلد من لم يكن للحق كاره؟ هذا سؤالي. السؤال واضح يا شيخ؟ السؤال واضح يا عبد الرحمن. الله يرضى عليكم، بارك الله فيكم. أرجو الشيخ أنه يدعي لنا بالهداية والشفاء. الله يشفيك ويعافيك ويرزقنا. آمين وإياك. السلام عليكم. السلام. نرجع فضيلة الشيخ إلى الأبيات الجميلة للمتنبي. نعم، فقلنا إن الحكمة ذايعة، نعم، شائعة في شعره: تجارب الأيام، خالط ذلك غرور ظاهر وكبر مستشرف، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. متى تعجب؟ تعجب أنك تعلم أنه قال هذه الأبيات بين يدي سيف الدولة، فماذا أبقى للأمير؟ يعني هذه تقبل لو قالها لوحده، نعم، أو قالها وقد كان ذا إمرة، نعم، لكن أن يقولها بين سيف الدولة وهو جالس: وحر قلباه ممن قلبه شبم، وهم بجسمي وحالي عنده سقم، ما لي أكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم، إن كان يجمعنا حب لغرته، فليت أن بقدر الحب نقتسم، ما أبعد العيب والنقصان من شرفي، أنا الثريا وذاني الشيب والهرم، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، صحبت في الفلوات الوحشة منفردا، حتى تعجب مني القور والأكم. طويلة في مدحي: إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم، يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم. القصيدة فيها مشاعر إنسانية صحيح، لكن فيها أنفة وكبر، وهذا لا تقبله الملوك في مجالسها ولا الأمراء. فلما انتقل إلى مصر مدح كافور الإخشيدي وبالغ في مدحي، كل ذلك طلبا للولاية. وهنا تأتي إلى قضية يعني لا أستطيع أن أفصل فيها عمدا، لكن وهو أن بعض الناس أفرادا أو غير أفراد، أد غير أفراد أنت وضع تحت ما تشاء، أفرادا أو غير أفراد يحاكم الناس بمكيالين، أو يطالبهم بمعيارين، يعني يفرق ما بين عندما يكون له سلاح عندما يكون الأمر له، ويكون له سلاح آخر عندما يكون الأمر عليه. ومثل هذا يفقد مصداقيته، يفقد قناعة الناس به. وأنا أرى قبل ذلك وبعد أنه يفقد توفيق الله جل وعلا له، لأن هذا فيه شيء ما بين من الكذب وفيه شيء من الإفساد، والله يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين. المقصود أنه ذات إلى كافور فمدحه رجاء ولاية، رجاء ولاية، ثم إنك بعد ذلك مدحته من أجل ولاية فيها نوع من الضعف، لكن ثم بعد ذلك تعير من يطلب شيئا بشيء من الضعف ما يقبل، مع أنك إذا تخليت عن مجد تزعم أن الخيل والليل والبيداء تعرفك، ثم تأتي تتواضع لكافور رجاء ولاية، ثم تأتي بعد ذلك تذم كافور. فإذا أنت الذي متلبس بهذا الكبر والمجد خضعت هذا الخضوع طمعا للولاية، فلا تعجب من أن كافورا يطلب المجد بشيء آخر. نعم واضح؟ صحيح. حرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنسي ما يقبل. فالإنسان
لابد أن يعرف ما له وما عليه. أنا أعرف تحطيات هذا الكلام معان عديدة لأني، لكن الله يقول ما يعقلها إلا العالمون. أهز بالشعر قوما من ذوي وسن، بالسيف لو بالعلم لو ضربوا بالسيف ما شعروا، علي نحت القوافي من معادنها وما علي إذا لم تفقه البقر، يقول أبو تمام في بيت شعره. لكن المقصود هنا، المقصود هنا أن المتنبي كانت هذه سيرته في الناس، ثم قتل واختلف الناس بعد ذلك في شعره. لكن الثقافة العربية بصراحة قائمة على التقليد في شتى حياتها، العربية الإسلامية قائمة على التقليد، بمعنى أنه لا يظهر أحد إلا ويأتي بعدهم كثير. إن جئت في الفقه وجدت أن الناس يؤلفون حواشي على الحواشي وتعليقات على التعليقات، ولا تجد أحد ينتفض ويبدأ من جديد، يعني يؤلف شيء كبير، إنما هي شروح تصغر وتكبر، تكبر وتصغر. هذا في الفقه، نفس كذلك في التاريخ، نفس كذلك في الأمة. ولهذا الأمة ضعف مجدها وقل بنيانها بصراحة من هذا الباب، أنه لا يوجد فتح باب للاجتهاد ولا فتح باب لما يعرف بين قوسين بالإبداع. نعم. الذي يعني من هذا يفقه، يعني جاء ابن رشيق القيرواني فقال في المتنبي: ثم جاء المتنبي فملأ الدنيا وشغل الناس، تعلق الناس بهذه الكلمة وجعلوا من المتنبي سيفا على رقاب الخلق، وعاكف الملايين الكثير من الأدباء. نعم. يقرؤون شعره ويحفظون شعره ويشرحون شعره وبالغوا. وهذا ليس فقط مع المتنبي، مع غيره. نعم. مع بعض الكتب الأدبية، مع بعض الكتب الفقهية، ولذلك تقرأ أنت في كتب التراجم للأسف، يعني في جل من تقرأ هو علامة دهره وفريد عصره. نعم. ووحيد زمانه، ولا ندري والله من هو الذي وحيد زمانه والذي هو الفريد. وهذا طبعا قطعا خطأ، هذه المبالغات خطأ. يعني يقبل أن تعكف الأمة على القرآن ولن تنتهي. نعم. كلام الله، ويقبل أن تعكف الأمة على كلام رسول الله، إن هو إلا وحي يوحى. غير ذلك ينبغي أن يكون بقدر. نعم. يكون صناعة رجال. نعم. لا إعادة تكرار الأمر من. نعم. من جديد. فضيلة الشيخ، أستاذنك الأخ فيصل من بريطانيا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله أخ فيصل. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله أخ فيصل. شيخنا، بغيت أسألك عن البيت الذي ينسب للبيت، البيت الذي يقول: على كل شيء ما خلى الله باطلا، وكل نعيمة نعيم لا محالة زائل. هل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في البيت وقال أنه أفضل بيت قالت العرب؟ السؤال. نعم. الثاني، طول عمر تكلمت في البداية عن العصبية القبلية، فأرجو منك أنك توجه كلمة للوالدين ليزوجوا أبنائهم وبناتهم من الأحسن دينا وأخلاقا، وليس بناء على القبلية، وخصوصا المبتعثين أمثالنا. والسؤال الأخير، مع الكمر، هل نزل لك كتاب مع الشيخ صالح المغامسي؟ وإذا لم يوجد الكتاب، نتمنى منك أن تنزل كتاب تفسير، أو أن الله يعينك عليه إن شاء الله. أبشر أبشر يا شيخ فيصل، ما شاء الله. جزاك الله خير. وجزاك إن شاء الله خير. نحن نخلص المتنبي بعدين نعود بالأسئلة بإذن الله تعالى. نعم. فمقصودي هذا كله. نعم. يجعل من الذين يتصدرون للفكر العربي أن يكون المقصود الأسمى صناعة رجال يحيون الأمة من جديد. نعم. لكنك أحيانا إذا قلت شيئا من هذا رماك الناس بما رموك به. يعني حتى عندما يأتي إنسان مثلا فيه شيء أعطاه الله شيئا من القدرات، يأتيك من يقول يا أخي، يقول له يعني: ما لكم من هذه الأمور يا أخي؟ احفظ قرآن ودرس في مسجد. طب سؤال: لماذا درس في المسجد؟ يقول: تنفع أموال المسلمين، تنفع أبناء المسلمين. طب لماذا أنفع أبناء المسلمين؟ حتى يظهر في الأمة رجل عظيم. واضح لن يظهر رجل عظيم بهذه الطريقة. واضح لن يظهر رجل عظيم بهذه الطريقة، لأنه يظهر رجل عظيم من هذه الحلقة، جاءه مثلك قال له: يا أخي عد إلى الحلقة ودرس، ينفع الله بك أبناء المسلمين. عد نفس الدائرة. وأنا لا أقصد أن يأتي الإنسان ينازع الناس في ملكهم أو في علمهم أو في أمنهم أو في سلطانهم، هذا جهل ليس نفعا للناس، لكن الإنسان يعد نفسه جزءا من هذه الأمة. نعم. فيحفظ أعراضها ودماءها وأموالها ولا يقربها، ويعرف لكل ذي حق حقه، بدءا بوالديه، تثنية بولاة أمره وعلمائه وجيرانه، ويبدأ ينفع. نعم.
ويتبنى عملا نافعا مجيدا في الأمة ويكف شره على الناس. المقصود نحن المتنبي هذه التجارب كلها جعلت منه شخصية استفاد الناس من حكمته، لكنه لم يستفد نفسه من الحكمة. سبحان قال هذا كله ولم يظفر بشيء إلا أن الناس عرفته أنه شاعر، ومات مقتولا كما هو معلوم. البيت الذي بين يدينا بيت مليء بالحكمة. نعم، لولا المشقة ساد الناس كلهم، كل شيء له ثمن، والسؤدد أعظم ثمن. ثم حصرها في أمرين لا يكاد المجد يخرج عنهما، وهو الإنفاق من المال والإنفاق بالروح، وهو الإقدام في القتال. يقول ابن عثيمين الشاعر في مدح الملك عبد العزيز رحمه الله، قال: وليس يبني العلا إلا ندى ووغى، هما المعارج للأسنى من الرتب. وقد كان الملك عبد العزيز غفر الله له ورحمه مقداما كريما فأسس هذه الدولة المباركة. المقصود من هذا كله بيان أن هذا طرائق المجد. أما إنسان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخراج بالضمان، يوجد مغنم ويوجد مغرم. نعم، أكثر الناس اليوم يريد المغنم ولا يريد أن يدفع مغرم. نعم، محال. كل شيء بحسب قدر الخسارة فيه يكون قدر الربح. نعم، إذا غمرت في شرف برومي فلا تقنع بما دون النجوم. نعم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. نعم، ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. نعم، فهذه أمور أثبتها الواقع ودونها التاريخ وقال بها الشعراء. كل شيء له ثمن. له ثمن. نعم، له ثمن. ثمن بدني، مشقة بدن، ثمن مالي يسودك الناس. وأنت لا يمكن أن، لذلك قال صلى الله عليه وسلم للأنصار: من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس على بخل فيه. قالوا: أي داء أدوى من البخل؟ ليس بسيدكم. وعلى أي شيء ساد؟ على أي شيء ساد. نعم، إذا هو ظن، إذا رجل ظن بماله وحفظه، ماذا يسود؟ لماذا يسود؟ لماذا أنا أعظمه وأحترمه وأجله وهو بخيل؟ وهو بخيل. معنى ذلك أني لن أنل منه شيء. إنما الناس حول المورد العذب يأتون من يعلمون أنه يعطيهم. هي أبيات أضعتها، هذه يعني لا يبقى الكريم تهز وهز، فلم نجد أحدا سواك إلى المكارم ينسب. آخر بيت، ثالث البيت، قال له: فاصبر لعادتك التي عودتنا، أو لا فأرشدنا إلى من نذهب. الآن إن جن تذهبون لمن؟ مستحيل. كريم يحيل الناس إلى غيره. إلى غيره. فاصبر لعادتك التي عودتنا، أو لا، يعني قل لا وأرشدنا إلى من نذهب. طبعا أعطاهم بلا حساب، كانت العرب تتنافس في هذا. وكذلك الإقدام، الإنسان يجبن يبخل بروحه ويبخل بماله على أي شيء يسود، ولماذا يعظمه الناس؟ ولهذا في باب الشرع، وليأذن لي إخواني من العلماء والدعاء والأئمة والخطباء، يا أخي الكريم، إذا كان تعلم أنك تريد من الناس أن، يعني، أو أنت لا تريد هذا لكن يقع من الناس أنهم يجلوك ويقبلوا رأسك في بعض الأحيان ويفرحون بك ويقدمونك، هذا لابد له من ثمن في الأمة، لابد له من ثمن في الأمة. تصبر على عامتهم، تجتهد في بذل الخير لهم، تعينهم على قضاء حوائجهم، تفتح لهم ما استطعت بابك، تقبل من محسنهم، تعتذر لمسيئهم، تجعل من وقتك شيئا لهم. وإلا يا أخي قل أنا أجتنب هذه الأمور. ولنكن يعني مع شديد الأسف صريحين مع أنفسنا، القنوات نفعت من في البيوت لكنها حجبت العلماء عن العامة. حجبت صحيح. العلماء نعم. عن العامة. نعم. والموفق من استطاع أن يجمع بين الأمرين، يبقى مع العامة ويبقى مع القنوات. لأن كونه مثلا برنامج نشاهده الآلاف، هذا نفع، نفع عظيم. يعني الآن نحن الآن في الدوحة، أنا قبل ساعة واصل. نعم. وأنت تعلم الحمد لله من المطار إلى هنا. لكن الإنسان عندما يقرأها قراءة نفعية، نعم، يرى أنه فيها خير كثير، خير كثير. نعم، للناس. يعني ممكن أن يصل علمك عد مع ذلك أنت صالح أو عبد الرحمن أو زيد، أخلصت، أردت وجه الله، أردت الدينار، أردت الدرهم، أردت المجد، أردت الشهرة، هذا شيء. نعم، لا يمنع من نفع الناس بك. فأنت الآن خلصت الناس، باقي
تخلص نفسك. يا الله. تخليصك لنفسك هذا شيء بينك وبين ربك. نعم. لا يمكن للخلق أن يفقهوا كائنا من كان، لا المحب ولا العدو، لا المحب ولا العدو. فلا مدح المحب لك بمنجن ولا ذم العدو لك بمهلك. لكن الله يقول بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن واتخذ من تبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهذا شيء لا يعلمه إلا الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وكل واحد يعني هذا شيء بين أي عبد وبين ربه. لكن أتكلم أنا، وإن كنا يعني معشر العلماء والدعاء والأئمة والخطباء نأتي، لا ينبغي أن يحجب الإنسان عن العامة، ولا ينبغي أن يتأفف عن أن يعيش وسط الناس. الله قال عن أنبيائه ورسله إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. هذه حياة الأنبياء، أيكم محمد. لكن تحتاج الأمر إلى شيء كثير من الموازنة. المقصود أن بيت المتنبي لولا المشقة ساد الناس كلهم. نعم. نستأذنك فضيلة الشيخ صالح. الأخ زهرة من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله بكم. لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال عن آية في كتاب الله. تفضلي. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن. هذا الخطاب موجه إلى من يا شيخ؟ السؤال الثاني، ماذا يندرج تحت نطاق بر الوالدين؟ وهل يعني طلب الوالدين فوق قدرة يا شيخ تقريبا، سواء كان ماديا أو معنويا؟ نعم. إن لم أستجب لهذا الشيء يعني هل أذنب فيه يا شيخ؟ واضح السؤال يا أختي، جزاك الله خير. وجزاكم إن شاء الله. فضلت الشيخ، نرجع إلى أسئلة الأخوة إن شاء الله تعالى. لهم الحق. الأخ علي من الجزائر يقول: التوفيق بين مخافة الله عز وجل والاطمئنان، كيف نوفق؟ كلام جميل، سؤال في محله. نعم. الأصل أن المسلم في الأول يخاف. نعم. فإذا أحسن الظن بربه يخشع القلب. ما معنى الخشوع؟ نعم. الخشوع الاطمئنان، يعني يقال أرض خاشعة أي خضعت سكنت. وهذا لا يمكن أن يكون إلا بالأمرين، بأن الإنسان أولا يتذكر قدرة الله مع تقصير العبد، وبعد ذلك يتذكر رحمة الله به فيخفض جانب الخوف يرتفع جانب الرجاء، فإذا استوي هذا الإطمئنان. أما ما ذكره السائل وفقه الله عن قضية الأمن، نعم، فهو ذكر كيف إن الله يقول تطمئن القلوب، وأن يقول نعم جمع منه تطمئن القلوب، ما تشعر بالسكينة والتأييد والقدرة على الصبر، بمعنى أنها لو حرمت فذكرت الله صبرت، صبرت مع الرضا، هذا أعلى درجات الاطمئنان، مع العزم، وهذا يعين على الصبر. الأمن المقصود أنه الإنسان عياذا بالله يمشي في الأرض ويفسد وكأنه لم يعصي الله قط، هذا إذا وجد في النفس لا يمكن أن يأمن في الآخر. لكن الإنسان يعمل الصالحات وإن وقعت منه معصية استغفر خوفا من الله، فهذا لم يشعر بالأمن المرادف للأول، هذا سيطمئن في الآخر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم، هذا أمن أخروي، الأمن وهم مهتدون. نعم. فضيلة الشيخ، هذا بالنسبة للسؤال. أيضا هناك الأخ علي يقول إن الله سبحانه وتعالى لا يجمع على عبديه أمنين ولا خوفين. هو هذا ذكرناه. نعم. أيوه. الأخ عمار من السعودية أيضا يقول في سورة النور أن الرجل والقضية القذف، تكلم عن الملاعنة. نعم. ملاعنة تكون إذا قذف الرجل زوجته واتهمها بآخر، فهذا تكون الملاعنة. لكن إذا هي اتهمته بالزنا فهذا شأن آخر، يعني يجري عليه مجرى القذف المعروف ولا يسمى ملاعنة. نعم. يسأل فضيلة الشيخ عن مواعيد دروس في الرياض، دروسكم إن شاء الله تعالى إذا أذن الله يوم 1 شعبان إلى يوم 5 شعبان، 5 أيام من 1/8 إلى 5/8 بالهجري، دروس في مسجد المحاسن الذي يؤمه فضيلة الشيخ عادل الكلباني، بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء دروس في التفسير. يوم الخميس يوافق 6 شعبان محاضرة في مخيم
الربوة المعروف، مخيم الربوة مخيم ذائع معروف عليه ثقات المشرفين وفقهم الله. إن شاء الله يكون لنا فيه محاضرة يوم الخميس أظنها بعد العشاء. الله يفتح عليك فضيلة الشيخ. الأخ أيضا عبد الرحمن من المملكة العربية السعودية يسأل، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. طبعا سؤال يدل على فطنة وفهم، لكن معنى الآية الله جل وعلا يخبر عن أهل النار، وقالوا أي أهل النار يا مالك خازنوها ليقضي علينا ربك، طلب ودعاء. قال أي مالك إنكم ماكثون، يخبر أهل النار، والمكوث هنا المقصود به الخلود الأبدي. هو أشكل عليه أن بعدها لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، هذا ليس من كلام مالك لأهل النار، هذا من خطاب الله لكفار قريش. يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليكم لكن أكثركم كذبتم به، كذبتم به. وهذا يدل على أن بعضا ممن خوطب بهذا سيؤمن، وقد وقع، واضح الفكر. بعض من خوطب بهذه الآيات سيؤمن، كأبو سفيان وعكرمة من أسلم بعد ذلك رضي الله عنهم. الأخ فيصل من بريطانيا يقول في قول الشاعر ألا كل شيء ما خلى ما خلى، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أصدق كلمة قالها شاعر ألا كل شيء ما خلى الله باطل، لكن ليس فيه الشطر الثاني. نعم، ليس فيه الشطر الثاني. نعم، إنما قال عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قالها شاعر ألا كل شيء ما خلى الله باطل، والبيت للبيد بن ربيعة قالها في جاهليته قبل أن يسلم. نعم، وهو أحد شعراء المعلقات، عبت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها، هذه من أطلع معلقته، وقد أدرك الإسلام وأسلم. نعم. أيضا يقول العصبية والقبلية، ويقول لو ترسل رسالة للآباء في تزويج الأحسن. قال عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا في الأرض تكون فتنة، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذه قضية تحدث في بعض المناطق ولا يمكن أن نجبر الناس عليها. يعني الإنسان يحترم خصوصيات الخلق، لكن لو يعني رجع الأمر إلينا فإن المعيار خلق الإنسان ودينه. نعم، وأمانته، هذا هو المعيار الشرعي. وقد حدث يعني أن يكون أحيانا طلاق ثم زواج ثم طلاق، وتحدث بعض فينظر. نعم، ينظر من يعني من الأفضل من قبل كل شيء أن يكون الإنسان على بينة. وهو نعم يقول الأخ فيصل قضية، طبعا ربما يتكلم أنه مثلا يأتي مبتعث، يعني يرى مبتعثها حكم الدراسة وغيرها، فيرى خلقها وفضلها ويزينها الله في عينيه ويقبلها أن تكون زوجة. وقد يكون أحدهما مثلا من قبيلة والآخر من قبيلة أخرى، أو يعني اختلاف أعراق، وآخر الأمر كلكم لآدم يعني، لكن نتكلم على واقع الناس. فيأبى هذا يعني يرفض أحد الوالدين أو يقبل، أو أحد العوائل ترفض. أنا أرى في مثل هذا والله إمضاء الأمور، وينبغي للآباء أن يعلموا أنه ما دام كل من الزوج راض، ما دام أن الزوج راض بزوجته والزوجة راضية بزوجها، ينبغي إمضاء الأمر. نعم. أستاذنا فضيلة الشيخ الأخ إبراهيم من الدوحة، السلام عليكم. سلام، حياك الله أخ إبراهيم، تفضل يا أخي. كيف؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أخ إبراهيم. ألو، تفضل يا إبراهيم معنا، تفضل يا أخي. مساكم الله بالخير. مساء النور، حياك الله. لو سمحت أبي أكلم الشيخ. معك الشيخ، تفضل يا إبراهيم. الله يجزاك خير يا شيخ، ما حب أطول عليكم. بالنسبة أبي أعرف عن سورة يوسف يا شيخ، وعظمها بالنسبة للفتنة أو اللي حصلت بين الإخوان أولاد يعقوب، فنبي كلمة بسيطة منك مختصر مفيد عن اللي حصل بينهم وفي هذه القصة. والطلب الثاني أرجو أن يعني تنزل الكتف قليلا التي ترتاح عندك، أنا بينك يعني أنا ما شاهدت أنك أنت يعني كثير من منزج من الحديث. إبراهيم سؤالي والله يجزاك، سؤالك أظن كان محدد فيه مختصر ما الذي حدث بين يوسف عليه السلام وإخوته. الشق الثاني يعني قصة سيدنا يوسف. طيب الشق الثاني، الشق الثاني تعليق ولا سؤال يا إبراهيم؟ ما أسمع أنت، هذا سؤالك فقط ولا في شيء ثاني؟ لا بس هذا سؤالك. خير إن شاء الله.
وتعاطف معنا على موضوع الكرسي الظاهر. جزاك الله خير، ونحن نتعاطف معكم فضيلة الشيخ. هذه الإنسان يبقى يعني بشرا، نعم، ثمة أمور تجري في دمه. نعم. مهما يعني بلغ سؤدده علمه عقله، يري الله جل وعلا الناس شيئا من ضعفه سبحانه وتعالى، لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. آخر اتصال من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. وافي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي. الشيخ أنا كيف الحال؟ حياك الله يا أخي الكريم. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله وأجلك. سؤال لو سمحت يا شيخ. تفضل يا أخي. الآية في سورة الجن، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ما السؤال؟ شكرا لكم يا شيخ. ايش السؤال يا اخوافي؟ تفسير الآية، تفسير الآية، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. تفسير الآية يا شيخ. إن شاء الله يجيبك شيخ بإذن الله تعالى. السلام عليكم. الأخت زهرة فضل الشيخ قبل ما يأخذنا الوقت، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثون. الآية في سورة التغابن، نعم، هي تقول الظاهر كأني قالت من المخاطب. نعم. هذا أمر الله جل وعلا فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف، وهي أحد ثلاث مواضع في القرآن أمر الله فيها نبيه أن يقسم. نعم. ذلك في يونس وفي سبأ وفي التغاب، قل إيه وربي إنه لحق. هنا قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، يعني كفار قريش، يا محمد معنى الآية قل بلى وربي لتبعثوا ثم لتنبهون. فالمقصود أمر الله جل وعلا أن يخبر هؤلاء قسما به بربه الذي بعثه، نعم، أن البعث كائن لا محالة. نعم. الأخ إبراهيم يسأل مختصر مفيد، ما الذي حدث بين يوسف عليه السلام وإخوته؟ جرى بقدر الله أن الله جل وعلا جعل ليوسف مكانة أعظم في قلب أبيه ليمضي قدر الله. نعم. فالإخوة حسدوا يوسف على هذه المكانة، ثم رزق يوسف بأخ شقيق وبنيامين، فقرب يعقوب عليه السلام بقدر الله بنيامين كما قرب أخاه. نعم. وإن كان بنيامين لم يبلغ مبلغ يوسف، ثم اضطر الإخوة أن يأتمروا عليه كما في الخبر المعروف. قال بعض أهل العلم من أحب شيئا عذبه الله به، فقد أحب يعقوب عليه السلام وهو نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، بل من أعظم الأنبياء قدرا. الله قال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالكلام عن مثله ينبغي أن يكون بأدب، لكن مضى قدر الله أنه أحب ابنه يوسف ليعتمر الإخوة عليه. وقد قال بعضهم إن هذا يدفع الآباء، يعني ينبغي أن يتوخى العدل، لكن مسائل القلب هذه قل ما يستطيع الإنسان أن يخفيها. اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. هذا في قضية النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، ويقع هذا مع طلابك، يقع هذا مع أولادك، يقع هذا مع جيرانك، يقع هذا مع خلانك، كله وارد. لكن الإنسان لا يبالغ ولا يفرط، ولا يعني ما دام يستطيع أن يحبس يحبس، يحبس الكلمة، يحبس النظرة، يحبس الرأفة عن بعض من يحب، نعم، حتى لا يضرهم. وقد صنع يعقوب شيئا من هذا، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. نعم. قد علم أنه هما من غير هذا يأتمرون به، نعم، فكيف إذا كان. والمقصود أن أعان الله الآباء على أن يعدلوا بين أبنائهم. نعم. الأخ وافي، وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض، هذه في سورة الجن، وقد مدح الجن بها لأنهم تأدبوا مع ربهم. فلما ذكروا الشر نسبوه إلى ما لم يسمى فاعله، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، سميه النحاة فعل مبني المجهول. فلما ذكروا الخير أسندوه إلى الله، أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم. والمعنى أن الأمر خفي، أن الإنسان لا يعلم ما الحكمة، هم قالوها من باب التأدب. نعم. أن الإنسان من ابتلاه الله جل وعلا، إنما هذا يعني لما قيل لأحد السلف وقد أصابه شيء من رزع عند الموت، قيل له كيف تجزع؟ قال والله لا أدري، أقيل في الجنة أم أقيل في النار. لا إله إلا الله. هذا مثلها من نفس السياق، يعني الإنسان مثلا جاء الإسلام مثلا، وهذا وقع، فأسلم الوليد بن المغيرة، فكفر الوليد بن المغيرة وأسلم أبو بكر، فأصبح الوليد إلى شر وأبو بكر إلى خير.
ولهذا الإنسان يخف يخاف يجب يقول في القرآن وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. ومن عظم علمه بالله يبقى دائما خائفا خائفا من النعم لا يشكرها فيهلك بسببها، ويخاف من النقم أن تكون عليه ولا يدري أنها نقمة، لكن الله المستعان. فضلت الشيخ تقريبا دقائق معدودة، وودنا نختم مع أبيات أيضا جميلة لشوقي. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. هو فعلا إن الحياة دقائق وثواني، هذا بيت لأمير الشعراء أحمد شوقي قاله من قصيدة يرثي بها مصطفى كامل زعيم مصري سياسي مات في شبابه، الظاهر أنه مات في 36 أو بعدها بقليل، وكان شوقي يعني تربطه بهذا الزعيم علاقة وثيقة، لكن شوقي كان ولاءه للبيت الحاكم آنذاك بيت الخديوي، طبعا هذا قبل الثورة المصرية الأولى يوليو وقبل أن ينتهي ملك الملك فاروق، هذا أجداده. وشوقي ولد في ذلك البيت، قال أخون إسماعيل في أبنائه ولقد ولدت بباب إسماعيل، لكنه كان يتعاطف مع المصريين وجهادهم للإنجليز ومحاربتهم للفساد، ومنهم صديقه مصطفى كامل، فقال المشرقان عليك ينتحبان قاصيهما في مأتم وداني، وأنا الذي أرثي الشموس إذا هوت فتعود سيرتها إلى الدوران، ماذا دهاني يوم ميت فعقني فيك القريض وخانني إمكاني، وأخذت تسألني الرثاء فهاكه من أدمعي وسرائري وجناني. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، إلى أن ذكر يعني مجد الإنسان قال فالذكر للإنسان عمر ثاني. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، كتب الله الموت على الجن والإنس، وكتب جل وعلا عليهم أن يموتوا ليظهر عظيم ملكه وجليل قدره، وأذل بالموت القياصرة والجبابرة والأكاسرة وسائر الخلق غنيا وفقيرا ذكرا وأنثى رجالا وشيوخا. ثم أخبر جل وعلا وهذا واقع مشهود أن الأيام تطوى، ثم أخبر أن الناس لابد أن يقيلوا في اليوم الآخر، في ضحى اليوم الآخر الحساب بعد منتصفه يقيل الناس، فمنهم من يقيل في الجنة. نسأل الله برحمته وفضله وإحسانه أن يجعلني وإياكم من يشاهدنا من أهلها من المسلمين، وآخرون عياذا بالله يقيلون في النار. ولهذا قال الله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، لأن لابد من أن يقيل هؤلاء هنا ويقيل هؤلاء هنا. في لحظات الاحتضار يصبح لا طريق للأوبة للعودة، لا لعمر ولا لعمل، فالعمل يطوى والعمر انقضى، فيصبح هذا أول خطوات المقيل. ما يكون من خير فإنما بعده أعظم، وما يكون من شر ما يكون بعده أعظم. الله يقول رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، نسأل الله سبحانه وتعالى جنة وإياكم الذين يقبلون والمشاهدين في الجنان، اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام هذا اللقاء، نلقاكم في الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.